بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الضحى سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى همزة الوصل أن لام الشمسية and المد two level so what you will say وض وض والضحى 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 واللي والليل والليل إذا سجى والليل همزة الوصل and اللام لام مشددة with فتحة لام شدة with فتحة الياء سكون واللي والليل اي والليل اذا إيه اذا إيه this is mad اذا سجى 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 والليل اذا سجى والليل اذا سجآ والليل اذا سجآ والضحى والليل اذا سجى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلا. ما ودعك ربك. هاو to go from ك؟ ك ربك وما ك وما ق ق قلا. لا. ما ودعك ربك وما قلا. ما ودعك ربك وما قلا. ما ودعك ربك وما قلا ولا الآخرة ولا الآخرة خير خير لك خير لك من الأولى again ولل ولل اللام first the لام first ولا ولل سكون ولل أ آه. همزة as you see after الهمزة مد

إدغام without غنة no غنة you will do merging without غنة merging for what merging for التنوين with ضمة you will say you will change it to ضمة خير لك خيرُك خيرُك من ال من الأولى من الأولى again ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا الْآخِرَةُ خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ولا سوف يعطيك ربك فترضى and when you stop in like this you will make it two level. you will make توليفل، فترضى ترضى، دونسي like this، فترضى، only two level. again، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. <سؤال> ألم يجد يجد يا يجد يجدك يتيما فأوى ألم يجدك يتيما فأوى ألم يجدك يتيما فأوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضال Again, this, how many level? It will be six level. Ha, try, make it again. ووجدك ضال As you see here, تنوين This is تنوين

ألف So don't say وضالة Don't add bad here This ألف We increase this ألف For what? For التنوين So if we merge Or if we remove uh, remove التنوين We will go direct from uh, لا And do غنة ووجدك ضالا فهدى

ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى عائلا فأغنى, فأغنى. فأمل ها again this همزة الوصل and همزة الوصل before همزة الوصل ألف we will skip both of them. We will go back from mal. فأما wrong. You will say فأما اليتيم فلا تَقْهَرْ تاقو... تاق هر ه هر فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر ه هر 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 الراء تفخيم ها ان الهاء ترقيق ات ويل هر فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر وأمس وامس So we will skip all of these. These three letters, alif, mad, and hamzat al wasl, and lam shamsay All of them, we will eat all of them. So we will say wa'am and don't forget the mim Why? Because the mim shadda. Wa'am as wa'am asaila, fa la tanhar, tanhar. تنهر why we didn't remove this غنة النون or do تنهر because after النون هاء it's إظهار إظهار the letter of الإظهار letter, همزة هاء عين حاء غين خاء همزة هاء عين حاء غين خاء again وأما السائل فلا تنهر again وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما الميم شدة يلدغن ذي مد أما وأما بِنِعْ بنعمة ربك بنعمة ربك فحدث فحدي فحدث فحدث أجن وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث Again from the beginning of Surah Al-Duha, focus and repeat many times until you reach to 100%. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فاوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فاغنى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته